وخلينا نبدأ ونتفرج كده برضو معانا بقى مخرجنا كده يورينا. انت خلينا عايزه تتكلمي على المسلسلات اللي فيها بطولات نسائيه وبعدين نتكلم على صوره المراه بشكل عام. اكيد، لان واضح ان احنا البطلات بتوعنا بقوا حريصين اكتر على فكره التغيير، الحمد لله، لان كنا ساعات بنلاقي نجمه ممكن تقعد بالسنين في نفس الدور، تنويعات مختلفه بس في النهايه الفريم واحد. فواضح ان نجمات الجيل دوت وعوا للفكره ان انا محتاجه اروح لمناطق جديده، انا اروح لمناطق مختلفه. فالحقيقه ان ده حاصل السنه دي باكتر من نجمه، ده شيء جيد جدا، هم عرفوا ان المحتوى هو اللي هيوديني لمناطق مختلفه ومناطق جديده، فبالتالي هتشاف اكتر. مش فكره انا بطله وخلاص. رحنا الحمد لله سيبنا شويه بقى الشعر الحلو والماركات والشنطه اللي مش السينيه، رايحين اكتر للموضوع او الكونتنت، وهو ده اللي بنطالب بيه طول الوقت. وكمان لانه المهم انه وانا بقدم دراما يبقى عندي عين على الشارع وعين على الحياه. يعني يمكن من سنين فاتت طويله كنا شايفين انه الدراما كلها رايحه للحمام السباحه والعربيات الفارهه والحياه المرفهه اللي هي بعيده عن الطبقه اللي ماسكه المجتمع. يعني ده حقيقي. فكل ما بنقترب للطبقه دي كل ما بتدخل البيوت اسرع، وكل ما بنناقش تفاصيل التفاصيل في حاله الدراما بيبقى مغذي جدا، مش حشو طبعا. لكن فكره التفاصيل الشخصيه انها تبقى مبنيه صح، ليها جذر حقيقي، هيستوري انا ما شفتوش صحيح كمشاهد او كمتلقي، بس في النهايه مأثر على شخصيه البطله. فبالتالي لا، انا شايفه ان ممكن نروح لمناطق كمان ارحب من كده كتير. يعني السنه اللي فاتت فتحت الوصايه منى زكي، فكره ان هي تروح نشوفنا تفاصيل التفاصيل، صحيح. معاناتها في ان تلاقي علبه حليب لابنها، ده ادى غنى وادى مصداقيه كتيره جدا للبطله بتاعتنا. فاعتقد ان السنه دي وبين كمان اماكن الضعف اللي بتبقى موجوده في المجتمع من مشاكل ما بتتحلش وبتاخد وقت، وبالتالي المسلسل عمل الحقيقه يعني عمل شيء كويس قوي لقانون الاحوال الشخصيه، وده كان مهم قوي يعني.